حبيبي اقسم بالله دامت فبرك يا حبيبي. اللايف لما انت بتخش لايف استحاله استحاله تعرف تاخد منه سكرين شوت من غير ما يبقى عليه كلام وكومنتات طالعه. ده على مستوى العالم كله مش على مستوى الشرق الاوسط، يعني زيه زي السناب ما تقدرش تصوره وتشيل من عليه كلام. ازاي الصور دي نزلت وتشال من عليها الكومنتات، وباين قوي قوي انها متفبركه ومحطوط الجزء اللي تحت راسي مش بتاعي خالص، اقسم بالله العلي العظيم. وبعدين دي مش اول مره تحصل معايا. فاكر ايام تخرج روتانا بنتي لما عملت حفله وجابوا صوره انا وروتانا ويسرى اختي، وكنت قاعده حاطه رجل على رجل، وقالوا ان هي مش لابسه حاجه تحت الفستان، وبقى يحط صور ودوريات وحاجات. هي نفس الحكايه بالظبط بتحصل معايا للمره